بعد رحيل الفنان سمير صبري والذي يعد من أبرز وجوه الحقبة الذهبية في السينما العربية، خيمت حالة كبيرة من الحزن على كل محبيه من الوسط الفني وزملائه وجمهوره ممن ارتبطوا به على مدار مسيرة فنية طويلة تمتع فيها بموهبة كبيرة منحته القدرة على تصدر المشهد سواء في عالم تقديم البرامج أو التمثيل مع كبار النجوم. وبعيدا عن أعماله الفنية الثرية التي أتحف لها الفن العربي، عاش الفنان سمير صبري حياة عاطفية مثيرة للجدل، وسأستعرض معكم أبرز محطات هذه الرحلة العائلية لتتعرفوا على جانب من حياته الشخصية خلال مشوار حياته. الفنان سمير صبري من أكثر النجوم الذين حافظوا على خصوصية أخبارهم العائلية والعاطفية، فقد دخل الفنان في علاقة حب في شبابه مع امرأة إنجليزية كانت تعيش في الأسكندرية في مسقط رأسه وتدعى مورين، حيث تعرف عليها وهو في قمة مجده وشهرته، ولكن علاقته بها واجهت رفضا حاسما من قبل أهله لأسباب اجتماعية. وتمسك وقتها سمير صبري بحبيبته ولكن سرا، وأقنع أسرته أنه نسيها تماما وقطع علاقته بها، ثم سافر معها إلى إنجلترا وتزوجها سرا هناك، وأنجب منها ابنه الوحيد حسن البالغ من العمر حاليا 44 عاما، ويعمل طبيبا ناجحا في مستشفى شهير بالعاصمة الإنجليزية لندن. ولم يكشف الفنان سمير صبري عن هذه الأسرار عن حياته العائلية إلا بعد مرور سنوات طويلة وبعد أن انفصل عن الزوجة، بينما كان يتواصل مع ابنه ويتبادلان الزيارة بين حين وآخر بشكل سري. أيضا تحدث الفنان سمير صبري في برنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي في شهر ديسمبر من عام 2021 عن أسرار جديدة عن حياته العائلية وعلاقته بابنه وأحفاده، وقال أنه تزوج وهو في عمر 20 عام من سيدة إنجليزية، وأخفى خبر زواجه عن والده بسبب خوفه من رفضه الزواج من أجنبية في ذلك الوقت، وقال أن زوجته لم تكن معجبة بالوسط الفني ولم تستطع التأقلم مع حياته الفنية، وعادت إلى لندن بعد حملها وطلبت منه السفر معها، ولكنه فضل البقاء في مصر وتحقيق حلمه في الفن والتمثيل. سمير صبري لفت إلى أن الزمن لو عاد به إلى الوراء كان سيسافر مع زوجته إلى لندن ويستقبل ابنه في لحظة ولادته، وكان سيحاول إيجاد طريقة في تحقيق حلمه الفني وتكوين أسرة مستقرة في نفس الوقت. وكشف أن ابنه يعمل طبيب ويعيش في لندن مع أبنائه، وكان يزوره في القاهرة، ولكنه لم يرى أحفاده في العامين الأخيرين نظرا لقيود السفر بسبب أزمة فيروس كورونا. ارتبط أيضا اسم الفنان الراحل سمير صبري بقصة حب قديمة مع الفنانة سماح أنور، وتحدث حول هذا الموضوع في حوار سابق له قبل سنوات مع الإعلامي مفيد فوزي، وقال أنه أحب الفنانة سماح أنور لكنه لم يتزوجها نظرا لفارق السن الكبير بينهم والبالغ 22 عاما، لافتا إلى أنه اشترى الدبل وقتها إلا أنه انسحب في اللحظات الأخيرة. وخلال العام الماضي كشف الناقد الفني المصري طارق الشناوي عن أبرز النجوم الذين قاموا بزيارة الفنان سمير صبري خلال وعكاته الصحية، وذلك في تدوين له عبر حسابه بالفيسبوك، وأكد أن الفنانة سماح أنور زارته بعد سنوات من الخلاف بينهما، لافتا إلا أن تلك الزيارة كانت بمثابة انتهاء لحالة الخصام الذي دام طويلا بينهما. وكتب طارق الشناوي وقتها وقال: بعد سنوات من الخصام الذي يحدث أحيانا بين أعز الأصدقاء، زارت سماح أنور صديقها الحميم الفنان القدير سمير صبري. كان سمير نائما ولم تشأ أن توقظه، ولكنه علم بزيارتها وتهلل وجهه فرحا بعد أن دامت الخصومة عدة سنوات. وكانت الفنانة سماح أنور قد كتبت عبر حسابها بالفيسبوك أيضا في دعم صديقها وقالت: هتقوم وتنور الدنيا بقلبك الصافي ونفسك الطيبة وعطاؤك وحبك للحياة، هتقوم يا سمير وحياة كل الخير اللي بينك وبين ربنا بإذنه ورعايته ودعانا في كل وقت وصلة إن شاء الله هتقوم. وتوفي الفنان سمير صبري صباح يوم الجمعة 20 مايو عن عمر ناهز 85 عاما بعد أزمة مرضية آلمت به في الأشهر الماضية، وتسبب الخبر في حالة حزن كبيرة لمتابعيه وزملائه بالوسط الفني.
كشفت الفنانة المعتزلة شمس البارودي عن تفاصيل آخر لقاء جمعها بالفنان القدير سمير صبري، وشاركت الفنانة شمس صورة بتجمعها بالفنان الراحل وزوجها حسن يوسف والفنانة سميرة أحمد عبر حسابها الرسمي بالفيسبوك، ثم علقت وقالت: يوم الأربعاء 18 مايو جلسنا مجموعة محبة لبعضها البعض في نادي الجزيرة. جلس سمير صبري يحكي ذكريات جميلة، أفلام اشترك فيها مع حسن يوسف إخراج حسن الإمام، وضحكنا كتير، وأمس اتصل بحسن وأجرى معه حديث إذاعي مطول، ثم صدمنا اليوم. صعدت روح سمير صبري لبارئها، رحم الله الرجل المحترم الخلوق الراقي ابن الأصول. أيضا كشفت الإعلامية إيمان أبو طالب كواليس الساعات الأخيرة في حياة الفنان الراحل، وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز عبر قناة النهار: كنت معاه من الساعة 9 وحتى الثانية صباحا، بعدما تلقت منه اتصالا هاتفيا وطلب منها أن تذهب إليه للعب الكوتشينة. فأنا دايما من وقت للتاني أروح له دايما أكلمه، وبعدين قال لي: أنت فين يا إيمان؟ تعالي نلعب كوتشينة. هو كان بيحب قوي لعب الكوتشينة. قلت له: خلاص يا أستاذ أنا هجيلك بالليل. بالفعل رحت الأستاذ سمير الساعة 9:30 بالليل بالظبط، وكلمت مجموعة من الصديقات والأصدقاء يكونوا موجودين، واتجمعنا كلنا وقعدنا، وبعدين طلعنا اتعشينا، وكان في أحسن حال، كانت حالته كويسة قوي 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 قوي، وهو دايما مشرق ومتفائل وشايف بكرة حلو. وقال لي: أنا سجلت النهاردة حلقة في نادي الجزيرة مع حسن يوسف، مع النجم القدير حسن يوسف. وقعدنا اتكلمنا كتير جدا في كل شيء، وكأنه احنا دايما بنتكلم مع بعض، لكن امبارح كأنه ختام الكلام. ونشرت الإعلامية إيمان أبو طالب أيضا عبر صفحتها بالفيسبوك اللقطات الأخيرة أثناء تواجدها مع الفنان الراحل، وكتبت تعليقا على الصور وقالت: آخر صور وآخر لقاء جمعني بالأستاذ يوم أمس، وجلسنا نتحدث ونضحك حتى الواحدة والنصف صباحا، لم أكن أعلم أنها جلسة الوداع، وآخر حوار وآخر ضحكة وآخر مرة نتعشى سويا. تركتك يا أستاذ ونحن على موعد اللقاء اليوم الجمعة لنشاهد حلقات الجديدة. أحبك يا أستاذي وصديقي الغالي ويا حبيب كل الناس، ألف رحمة ونور عليك، أسألكم الفاتحة والدعاء. وحرص عدد كبير من الفنانين على الذهاب للفندق الذي توفي به سمير صبري وإلقاء نظرة الوداع على الفنان الراحل، من بينهم الفنانة نهال عنبر والفنانة يسرى ونقيب المهنة التمثيلية الفنان أشرف زكي وطارق صبري وغيرهم كثير من الفنانين. غفر الله له ورحمه وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وكل محبه الصبر والسلوان.